ياسر حسن، 33 سنة، متخرج من المعهد المصري العالي للسياحة وفنادق دفعة 97. بعد ما اتخرجت سافرت واشتغلت في مجال الريتيل 3 سنين، وآخر بوزيشن ليا كان اسيستنت مانجر. اشتغلت بعد كده في مجال الطيران 4 سنين تقريبا، وشغل الطيران شغل ممتع جدا، وزي أي شغل له مميزات وله عيوب. من أهم مميزاته إن أنا شفت بلاد كتير وتعرفت على ناس كتير وعرفت حاجات كتير. بعد كده من أجمل المدن اللي أنا شفتها روما، ميلان، لندن، نيويورك، ساوث أفريكا. طبعا مصر بلدي، هي أجمل بلاد بالنسبة لي، ليا فيها ذكريات جميلة مش ممكن أنساها. Today I introduce myself for you, whom you are the casting agencies, directors, producers, or single individual would be interesting in me, shooting commercials for them, video clips, or even for movies, I don't mind, whether that would be on the local Egyptian television, Arabic or foreign satellite channels, as I'm resident in the Middle East and Egypt. I hope together we introduce a new value for the people to entertain them, to give them hope and inspiration for a better future and for dreams to come true. Very funny. أتمنى ربنا يوفقني في الشغل اللي أنا بعمله وبقدمه ليكم. أنا عارف إن هو مش بروفيشنال، but I do the best I can. ده على المستوى الشخصي. في عندي حلم تاني بتمنى ربنا يحققه. احنا كلنا شفنا فيلم حين ميسرة، وشفنا قد ايه في ناس عايشة في ظروف صعبة. بتمنى في يوم من الأيام يكون عندي المشروع الخيري، عبارة عن مطعم يكبر يبقى مجموعة مطاعم يتخصص دخلها بالكامل لمساعدة الناس المحتاجة واللي عايشة ظروف صعبة. ده الهدف الأساسي، هو الحفاظ على قيمة الإنسان. أنا كنت عملت كاستنج قبل كده لفيلم قش البندق والقناة أوربت، بس ده كان زمان في التسعينات، ما قدرتش أكمل وقتها بسبب ظروف الامتحانات والسفر زي ما شرحت لكم. ما عملتش كاستنج برا مصر، بالنسبة لي مصر هي البلد الرائدة في صناعة السينما والتلفزيون، وبحب كل الفنانين والمطربين الموجودين دلوقتي. مش هقدر أقول أسماء عشان ما أنساش أسماء تانية، بس بحب أسمع عبد الحليم والست فيروز فريد الأطرش. أنا شفت أفلام موجودة في السينما حاليا بتناقش فكرة معينة، وده بيدي رسالة للقائمين على صناعة السينما إن هم يقوموا بخطوات فعالة لبناء سينما قوية. السينما المصرية محتاجة تسترد عافيتها بغض النظر عن أي اتهامات توجه ليها، لأن الأفكار متداولة من فيلم للتاني والأفكار كلها متشابهة. أنا شايف إن في قصص واقعية وفي روايات ممكن تترجم لأعمال فنية نشوفها في السينما. بقضي معظم وقتي مع أصحابي وعلى الإنترنت. بحب أتفرج على الكورة، بشجع الأهلي طبعا. لو في أي ماتشات للزمالك بره مصر طبعا بشجع الزمالك. بحب أسمع مزيكا، بحب أسمع عمرو دياب، بحب أسمع محمد منير، بحب أسمع محمد حماقي، بحب أسمع تامر حسني، أحبهم كلهم. ما عنديش أي حد بيقدم حاجة جميلة. بحكي لبناني، تعرف تحكي لبناني؟ بحكي لبناني. منير علمني بوجع كعب الزيتوني وبقوس مجوز، الله يرحمه أبو سطيف وأبو العبد. زمان على التلفزيون بحب أتفرج على الأخبار، أخبار البورصة أحب أتابعها. أتمنى يكون الديمو اداكوا فكرة عن البروفايل بتاعي. أرقام التليفونات والفيسبوك بيج والإيميل أدرس موجودين، تقدروا تتصلوا بيا في أي وقت، سواء الكاستنج إديشن تانية أو الكاميرا تيست تاني. أنا موجود في مصر في القاهرة، وأحب أسمع منكم. إن شاء الله نتقابل ويكون لنا تعاون مع بعض. Thank you for taking the time watching this demo. My contact details, as you can see, my cell phone number, my Facebook page, my email address. Please feel free to call me for any casting edition, any further camera tests, or any information you may require. Please post on my Facebook page. Thank you for your consideration. Love you.